السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام. ما زلنا معكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الأيام الفضائية، ولتسليط الضوء على أهم التطورات على الساحة اللبنانية والتركيز على المواقف ومنها الحرب البرية الوشيكة. ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ عباس الشطري الكاتب الصحفي، أرحب بك أجمل ترحيب سيد عباس. وأيضا مشاهدين الكرام سيكون معي عبر سكايب السيد محمد حسن البحراني مدير شبكة إيران بالعربي الإعلامية. أهلا بك سيد محمد. أبدأ معك أستاذ محمد، يعني بداية ماذا يعني استشهاد السيد حسن نصر الله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أستاذ سرمد، وحيا الله ضيفك الكريم أستاذ عباس في الاستوديو ومشاهديك الأكارم مشاهدي قناة الأيام. حقيقة يعني هو حادث جلل وكبير، واستشهاد السيد حسن نصر الله هو استشهاد لأحد أكبر رموز الأمة الإسلامية، أكبر الرموز المجاهدة فيها، قاد جهاد شعبه اللبناني وكان يمثل بؤرة من بؤر المقاومة الإسلامية الشريفة والعنيدة لقوى الضلال وفي مقدمتهم كيان الاحتلال الصهيوني. السيد حسن نصر الله حقيقة فقدانه أو استشهاده صحيح، نحن طبعا بطبيعة الحال ثقافة الاستشهاد عندنا كأمة إسلامية وكمؤمنين يعني هي بالحقيقة هي حياة وليست موت، ونحن فقدناه في الدنيا، لكن فقدانه سيشكل انطلاقة هائلة لآلاف المجاهدين ومئات آلاف المجاهدين وملايين المجاهدين في هذه الأمة. وبالتالي نحن نعتقد أن استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان ما هو إلا محطة من محطات الجهاد، وهي فصل من فصول حرب طويلة قادها السيد الشهيد حسن نصر الله منذ 32 عام، لكنها ما تزال متواصلة. صحيح أن استشهاده يمثل خسارة كبيرة لمحور المقاومة، لكن نحن تعلمنا في ثقافتنا وفيما تربينا عليه وفيما تعلمناه من سماحة السيد الشهيد أن فقدان قائد لا يعني فقدان القضية، والقضية الفلسطينية ستظل محوراً وقضية مركزية لهذه الأمة. بل سيد محمد، عذر المقاطعة، ولكن الجميع من الأعداء يراهن على أن باستشهاد السيد حسن نصر الله انكسار لأبناء المقاومة ومحور المقاومة. وستشكل بلا شك يعني استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله انطلاقة ودفعة جديدة، وستعطي زخما كبيرا للسائرين على خط السيد الشهيد حسن نصر الله لمواصلة الجهاد ومواصلة المقاومة ضد كيان الاحتلال. وأنا أتصور أن الأيام القليلة المقبلة ربما ستكون كفيلة لتثبت أن استشهاده سيتحول إلى يعني كابوس لكيان الاحتلال. وأعتقد أن يعني حزب الله وبعد أن يكتمل من إعادة هيكليته بعد أن يتم انتخاب الأمين العام الجديد، وكما هو متوقع يعني ربما الأغلب الأعم أن سماحة السيد هاشم صفي الدين هو الذي سيحل محل سماحة السيد الشهيد، وبالتالي سيدرك الكيان الصهيوني أن استشهاد السيد أو اغتياله لسماحة السيد سيعطي زخما كبيرا، وسيتحول هذا الاستشهاد إلى كابوس للكيان الإسرائيلي بعد أن ينطلق حزب الله في جولة جديدة وصولة جديدة أشد من الجولات السابقة التي قادها بكل كفاءة، أو التي يعني قادها سماحة السيد الشهيد بكل كفاءة على مدى العام الماضي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة الصامدة.
وأعتقد أن الأيام والساعات القادمة ربما ستحكم أو ستثبت لكيان الاحتلال أن المقاومة أو جدوة المقاومة ستبقى متواصلة حتى يتم استئصال هذا الكائن الخبيث. طيب أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث عن استشهاد السيد حسن نصر الله نتحدث عن استشهاد قادة آخرين ومن ضمنهم علي الكركي، كم علي كركي موجود لدى حزب الله اليوم؟ يعني الذي المطلع على هيكلية حزب الله وهيكلية أحزاب المقاومة حقيقة سيدرك أن بطبيعة الحال علي كركي أيضا فقدانه خسارة لحزب الله ولجميع فصائل المقاومة، لكن هناك يعني مسألة تنظيمية في حزب الله، هو أن لكل قائد ميداني أو لكل مسؤولية مفصلية هناك رديف، يتم تعيين رديف أول وثاني وثالث على الأقل لهؤلاء القادة، وبالتالي إحلال قياديين آخرين أو قادة آخرين محل علي كركي أو فؤاد شكر أو غيره من القادة الذين استشهدوا خلال الأسابيع الماضية قد تم يعني بأسرع ما يظن الأعداء، وسيواصل أتصور أن المسألة مرتبطة فقط الآن بالقادة الميدانيين تم تعيينهم وحلوا محل القادة الذين استشهدوا خلال الأسابيع الأخيرة، والمسألة فقط أتصور هي مسألة شكلية بعد أن يتم انتخاب الأمين العام الجديد سينطلق حزب الله في أو سيستأنف حزب الله عملياته الجهادية ودكه لحصون العدو في عمق أراضي المحتلة في فلسطين المحتلة. اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي هنا في بغداد الأستاذ عباس الشطري. أستاذ عباس، يعني عند استشهاد قائد في حزب الله ينوب عنه نائبه، هذه مدرسة كبيرة، مدرسة حسن نصر الله، تخرج أجيالا من القادة والمقاومين، كيف تعلق على هذا؟ أولا شكرا لك ولقناتكم الكريمة ولجمهوركم الكريم، ونعزيك وعزي كل محبي سيد حسن نصر الله وكل أبطال المقاومة الإسلامية والوطنية في هذا المصاب الجلل، وبالتأكيد هذا يعني مؤلم جدا ومحزن لنا جميعا، ولكن أعتقد من حادث استشهاد سيد عماد مغنية حزب الله طور قدراته باتجاه تنويع القيادات، لأنه الأحداث ما سبقت مغنية وبعدها انتبه الحزب على أنه إسرائيل ستخطط لعمليات اغتيال واسعة باعتبار هذا يكسر شوكة الحزب أو يكسر شوكة القادة الكبار، وبالتالي العفو يعني يؤثر في قيادات كبيرة، ولكن سيد حسن نصر الله بإمكاناته القيادية وأيضا يعني ضباط ركنة خلنا نقول باعتبار هي قيادة عسكرية هي شخصيات مناسبة متدربة لها خبرة في أعمال قتالية مع إسرائيل وأيضا قاتلت في سوريا في تلك الأيام لكسر شوكة داعش، وبالتالي أعتقد مثل ما تحدث سيد محمد حسن البحراني أكثر من مساعد 3-4 ربما حتى يصل إلى 10، وهل هذا انتبهت إسرائيل إلى أنه تكثيف عمليات الاغتيال، لأن تعرف تماما أن هناك عدة رديف لهذه الشخصيات فركزت على عمليات الاغتيال وستستمر بعد كركي وغيره ستستمر، ولكن ستفاجأ دائما بأنه حتى هناك قيادات شابة جديدة ستكون هي في هذه يعني المناصب أو التأثير المباشر في إدارة أركان الحزب الله سواء بالقتال أو حتى سياسيا، يعني حتى سياسيا حزب الله انتبه تماما باعتبار هو فاعل سياسي في لبنان، لا يكون هناك فقط الشيخ نعيم قاسم نائب يعني زعيم حزب الله، وإنما شخصيات أخرى قد تكون مستقبلا تأخذ مكانات مؤثرة في السياسة اللبنانية، وبهذا وضع ديناميكية مستمرة لأن القيادات تستمر باعتبار الصراع طويل الأمد مع إسرائيل، كما أنه أيضا السياسة في لبنان تقتضي تجدد القيادات، وبالتالي لا نعتقد يعني رغم خسارة كبيرة طبعا بالتأكيد وهذا نعتبره ضباط ركن وكبار قادة كبار، ولكن أعتقد تجديد في هذا الأمر هو سائر ويجب الانتباه لأنه ربما إسرائيل ستستمر في هذا بقسوة. طيب ما هي الأوراق التي يمتلكها حزب الله الآن على أرض الميدان؟
حزب الله الآن ربما طبعاً الحملات الإعلامية الآن تحاول كسر شوكة الحزب بالتأثير في جماهيره والتأثير في محبيه، لكن الحزب الله تعود في هذا الأمر. يعني من خسارة أو استشهاد السيد عباس موسوي في الموسوي في سنة 92 ظهر حسن النصر الله، والآن المتوقع صفي الدين وربما أكثر وأكثر. بالتالي لديه خبرة واسعة في أولاً القيادات العسكرية لا بأس بها، كفاءة عالية. ثانياً يراهن على الواقع السياسي في المنطقة. إسرائيل لا يمكن أن تغامر إلى هذا الحد. إسرائيل كسرت في غزة، لا يمكن أن تغامر بهجوم بري واسع على لبنان، قد تقوم بعملية محدودة. وبالتالي حزب الله قادر على هذا باعتبار إمكانات العسكرية متوافرة، وبإمكان رد إسرائيل في هذا الاتجاه. في نفس الوقت حزب الله صحيح هو يتلقى معونات ويتلقى امدادات من المحور المقاوم بشكل عام، والجمهورية الإسلامية تساعد في هذا الأمر، لكن أيضا هو طور قدراته وخزنة للأسلحة وخزنة للأعمال التي ممكن، حتى أعمال استخباراتية، أعمال المسيرات، كل هذا هذه لا زالت خزين عنده ولم تتأثر. تأثرت ربما بنسبة 10-15-20-25%، لكن هذا لا يهم باعتبار أنه لديه القدرة والديناميكية في التفاعل مع هذه الأشياء. سيد محمد، يعني اليوم بعد خطاب نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم لاحظنا أن هنالك ارتفاع عالي في المعنويات، كيف تفسر هذا الموضوع؟ يعني من الطبيعي، هناك حقيقة نحن على تواصل دائم، يعني نحن في طهران لدينا أصدقاء وأحباء في بيروت وفي تحديدا في الضاحية. أنا قضيت فترة في الضاحية ويعني أدرك تفصيلات الخارطة الجغرافية للضاحية والطبيعة السكانية في هذه المنطقة. هناك يعني ملايين، يعني مئات آلاف من أبناء المقاومة في أو بيئة المقاومة يشكلون سكان الضاحية الجنوبية في بيروت. وأنا على ثقة من خلال تواصل يعني المستمر مع هؤلاء الأحبة وما علمته منهم أن المعنويات في أروع حالاته حقيقة. طبعا هذه الشغلة ربما لا يستوعبها من لا يعرف الضاحية ومن لا يعرف أبناء الضاحية الجنوبية وبيئة حزب الله، لكن هذا هو الواقع. يعني أنا على ثقة ومطمئن إلى حد كبير. أولا المعنويات بالفعل عالية لسبب بسيط، هو أنه هي يعني طريقة تفكير وثقافة أبناء الضاحية تختلف إلى حد كبير عن عما هو مألوف في عالمنا العربي والإسلامي. هناك ثقافة، يعني هناك إيمان أولا مطلق بعدالة قضيتهم وبشرعية وقانونية القضية التي يدافعون ويقاومون من أجلها أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان. هناك قضية مقدسة، هناك يعني ثقافة متراكمة لدى أبناء الضاحية بأنهم على الطريق الصحيح، وهذه مسألة مهمة عندما يعني ينتهج أي إنسان طريقا معينا وهو على قناعة كاملة وثقة كاملة بأن النصر الموعود آتٍ لا لا لا, لا شك فيه، يواصل هذا الطريق. نقطة أخرى، حقيقة هناك قناعة لدى بيئة المقاومة أن عناصر القوة لحزب الله يعني لم تتأثر كثيرا. على سبيل المثال قوة الرضوان المؤلفة من أكثر من 100,000 مقاتل قوة منتخبة، هذه لا تزال كما هي. يعني ربما تم فقد عدة مئات من قوة الرضوان، لكن في خلاصة القول أن قوة الرضوان التي تتشكل من 100,000 مقاتل لا تزال كما هي، لم تتأثر. القوة الصاروخية لحزب الله يمكن القول أن يعني على مدى العام الماضي لم يفقد حزب الله من قوته الصاروخية أكثر من 10%. والإيرانيون يعني يعلمون تفاصيل هذه القوة، ولذلك هناك اطمئنان في طهران بأن قوة حزب الله الأساسية والمتمثلة بالقوة الصاروخية. هناك آلاف الصواريخ الدقيقة التي لم تستخدم حتى الآن، استخدمت على مدى العام الماضي منذ 8 أكتوبر الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر، لم تستخدم إلا صواريخ الكاتيوشا وعدد قليل يسير جدا من صواريخ بادي 1 و2 و3، لكن هناك صواريخ وقوة صاروخية أنا على ثقة بأنها ستفاجئ العدو وستقلب ميزان القوى وستعيد قوة الردع التي فقدها حزب الله خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية منذ
عمليات البيجر الاستخبارية والسيبرانية. هذه يعني ينبغي أن نقر أن حزب الله تعرض لخسارة كبيرة في وهذا ما يؤكد ما تفضل به السيد سماحة. لكن أعتقد أن الحزب سيستعيد زمام المبادرة خلال الأيام القادمة، وستعود قوة الردع متوازنة بين حزب الله وكيان الاحتلال. وأنا ذاك سيد محمد، وهذا ما يفسر ما تفضل به سماحة الشيخ قادة الاحتلال نعيم قاسم عندما قال سوف ولم يصلوا إلى هذه الصواريخ. اليوم في الوقت الذي وصلت رسائل في البقاع الأوسط إلى المواطنين، يجب تطالبهم بالخروج من المنازل وتحث المواطنين على ترك بيوتهم. لماذا يركز الكيان على ضرب الأبرياء والمواطنين العزّة؟ يعني شوف، هذه هي من أجبن الوسائل التي يلجأ إليها كيان الاحتلال. بطبيعة الحال يعني أنا دائما أقول وأردد هذه القناعة، جيش الاحتلال الصهيوني هو جيش قاتل لكنه ليس مقاتل. هو يخاف من أن يواجه، يعني لو كانوا رجالا لكانوا نزلوا ساحة القتال وجها لوجه، لكن هم أعجز بكثير من مواجهة أبطال حزب الله في جنوب لبنان. وبالتالي نحن بدأنا نسمع خلال الأيام اليومين الماضيين من القيادة العسكرية لكيان الاحتلال الصهيوني بأن العملية البرية التي يخططون لها ستكون محدودة وليست واسعة. لماذا ليست واسعة؟ تفضلوا اعملوها واسعة واحسموا أمركم مع حزب الله وأنهوا الأمر بشكل نهائي. لكن هم يخافون حقيقة، هذا هو يعني الصهاينة هم أجبن خلق الله، وقد جربهم حزب الله خلال المعارك يعني العقود الثلاثة الماضية في عام 82 وفي عام 2000 وفي عام 2006. هناك ثلاث معارك وثلاث جولات تمكنت أبطال المقاومة الإسلامية اللبنانية من يعني ذاقت قوات الاحتلال المر والأذى والألم، وعرفوا أن في مواجهتهم أبطال لا يخافون الموت بل هم يحلمون بالشهادة وهدفهم الشهادة. وبالتالي أنا أتصور هذه الرسائل التي يوجهها كيان الاحتلال لحزب الله أو لبيئة حزب الله في الضاحية وفي لبنان هي من أجل إثارة يعني أو مضاعفة الألم ومحاولة إيجاد حالة من البعد أو الفتنة بين بيئة حزب الله وبين قيادة حزب الله. صحيح هم يألمون، نحن نعلم أن الغالبية من سكان الضاحية تركوا منازلهم إلى مناطق أخرى أكثر أمناً، وهذا حق مشروع وطبيعي. الإنسان لا ينبغي أن يلقي بنفسه إلى التهلكة وهو يعرف جبن وخصة عدوه الذي يواجهه في الطرف المقابل. لذلك أنا أتصور المسألة الآن يعني بعد مرور يعني حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من التصعيد، أبناء الضاحية الجنوبية واللبنانيون بشكل عام يعني استوعبوا الصدمة وتروّوا. طيب سيد محمد، عذرا لإطالة، ولكن سيد محمد هم يتعاملون على أساس نعم الحيطة والحذر من هذا العدو. سيد محمد، بالعودة إلى مواقف نتنياهو وغالانت بخصوص الحرب البرية التي يدعون بأنها باتت وشيكة، من أي المحاور ستبدأ وأين سيكون الصدام؟ يعني حتى الآن الأمر المؤكد يبدو أن قيادة الكيان الصهيوني، القيادة العسكرية والسياسية، باتوا على قناعة بأن ليس من مصلحتهم شن عملية واسعة، ربما على عملية محدودة. هم طبعا يعني يأملون بأن يصلوا إلى نهر الليطاني، لكن في كل الأحوال أتصور أن مقاتلي حزب الله سيكونوا لهم بالمرصاد، بل أن بعض التحليلات يعني التي المتعاطفة أنا يعني من خلال تواصلي مع حزب الله في لبنان، يقال أن حزب الله قد وضع أشبه بالكمين. يعني هم مقاتلي حزب الله ربما سيأملوا
أن يستدرجوا القوات الصهيونية إلى داخل الأراضي اللبنانية لإحاطة بهم وإلحاق أكبر الخسائر البشرية والمادية. نحن ينبغي أن لا ننسى معارك 33 يوم في عام 2006 في تموز 2006، كيف أن الكيان الصهيوني اضطر في الأيام الأخيرة بعد أن يعني لم يدع وسيلة إجرامية لم يمارسها من خلال الطائرات المقاتلة، لكنه في الأيام الأخيرة تلقى خسائر هائلة في العدة والعدد، مما اضطره إلى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من جنوب لبنان. ربما يتقدم مئات الأمتار هنا وهناك في هذه المنطقة أو تلك، حتى الآن ليس معروفا في أي منطقة، لكن نحن نعلم أن الحدود بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة أعتقد بحدود 100 كيلومتر. من أين سيأتي؟ هل سيأتي أو لا؟ هذه أعتقد الأيام القليلة القادمة ستوضح حركة قوات الاحتلال الصهيوني. لكن في كل أحوال القوات حزب الله والمقاومة الإسلامية اللبنانية ومن يدعم هذه القوات، ربما حتى من يعني قوات المقاومة الشعبية الفلسطينية، ربما تمارس دورها في الانضمام إلى هذه إلى قوات حزب الله، سيذيقون الويل والثبور لقوات الاحتلال. وأعتقد أن المسألة هي مسألة أيام فقط ووقت، وتتضح الصورة وسيولي العدو الدبر. أستاذ عباس الشطري، يعني بنفس السؤال، مواقف نتنياهو يعني يريد احتلال قطاع غزة، الشروع بحرب برية، يريد أن يغير خريطة الشرق الأوسط لخمسين سنة قادمة، يريد أن يحاول فرض وجود عسكري في جنوب لبنان، هجوم باتجاه البقاع لعزل لبنان عن سوريا، والطموح الأكبر هو أن يدخل المنطقة في حرب إقليمية شاملة تدخل فيها إيران حتى يذهب إلى أمريكا وتقاتل بدلا عنه. من يوقف هذا المجنون؟ الحقيقة هو يمكن بعد هجوم على قطاع غزة كان محرج جدا، لأنه خسائر مستمرة في الجيش الاحتلال، وفي نفس الوقت لم يحقق الهدفين الرئيسيين في قطاع غزة، تحرير ما يسميه الأسرى وأيضا القضاء على حماس تماما. لكن انتبه إلى أنه هذا الأمر قد يؤثر عليه بشكل مستمر في داخل المجتمع الإسرائيلي وأمام العالم، لذا أمام العالم الغربي سعى إلى استهداف لبنان، باعتبار استهداف لبنان أكثر صداوة أكثر تأثيرا وأكثر إعلاميا إذا ما حقق فيه نصر محدود. وبالتالي النتائج التي حصل عليها وحصدها غيرت وجهة نظره في أنه ممكن هذه فرصة ثمينة، باعتبار العالم الغربي والدول الستة الصناعية من مجموع 7 دول صناعية كبرى هي تسانده استخباراتيا وعملياتيا، يعني إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، كندا، أستراليا، هذه كلها يعني تساعد في هذا الاتجاه بوجهة نظر هي غير حقانية وغير شرعية، باعتبار أنه يدافع عن نفسه بينما هو الآن يهاجم. هذه يريدها تسويقا له، وأيضا فرصة تاريخية للكيان حتى يفرض شكل جديد بالعلاقة في الشرق الأوسط. لكن يصطدم يعني صحيح وربما فرح وسعيد ومتحمس لهذا الاتجاه، لكن عليه أن يدرك أيضا الشرق الأوسط ليس سهلا. الآن الشرق الأوسط هناك محور مقاومة، وأيضا هناك حتى رغبة عربية في دول عربية صحيحة الآن لا تتكلم ومحرجة، حتى مصر والأردن تعرف تماما إذا ما نجح نتنياهو في هذا الاتجاه سيكون الدور القادم عليها على الأقل محدودا. لكن هنا أود أن أقول صحيح هو التفكير الآن الإسرائيلي في عملية محدودة، والقصد هي محدودة يعني لا نركز أنها مثل كيلو كيلوين، هو القصد الوصول إلى نهر الليطاني لفرض بشاع أنها يريد أن يتوغل 5 كيلو. نعم لا هو 7، يعني حد نهر الليطاني 7. القصد شنو ذلك؟ أولا هدفين، أولا تنفيذ القرار 1701 غصبا على العرب وغصبا على حزب الله، وهي مصير. ثانيا حتى يشيع أنه الحفاظ على سكان المناطق الشمالية باعتبار يعني مدفعية حزب الله وكاتيوشا تكون بعيدة. هذا الفكرة هو الآن يتحمس إليها، ولكن أيضا في ذهنيته إذا ما نجحت، وهي لا تنجح ليس لأنه الأمور كلها يعني مو لهالدرجة سهلة، يعني يطور قدراته إلى اتجاه سوريا وربما أيضا إلى هجوم على الجمهورية الإسلامية إذا ما نجح في هذا الاتجاه. لكن يدرك تماما أن هذا الموضوع كعسكري عسكريا ليس سهلا، هناك مثل ما تحدث أستاذ محمد حسن بحراني 100,000
من قوات الرضوان. هناك مقاومة إسلامية تبدأ من شرق من غرب باكستان وتنتهي في جنوب لبنان واليمن والعراق. ثانيا الإدراك الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط من ضمنها العراق ومن ضمن هذه الدول المنخرطة في محور المقاومة، إنه إذا ما نجح نتنياهو في علاقة، إذا وصل البقاع وهذا مستحيل، لكن هذا سيفرض واقع جديد. أولا قطع إمدادات خطوط حزب الله من سوريا وغيرها، وثانيا لفرض شروط جديدة حتى سياسية على لبنان. وربما تعرف تماما أنه الحزب الله هو مرتكز على الحاضنة الشعبية له في جنوب لبنان وفي الضاحية وفي المناطق التي يعني يتأثر بها اللبنانيون ويحبون حزب الله. هذه إذا يعني لا يمكن التفريط بها، مستحيل، ما أعتقد يمكن، لا أنت ولا أنا راح نقعد يمكن نروح نقاتل بها، مستحيل نسمح بها. في نفس الوقت الأمريكان والدول الغربية المساندة تقول لنتنياهو لا تكون بهذا الاتجاه. أولا فكرة أنه استمرار وعزل البقاع وأيضا التوجه لاحتلال مناطق جديدة فكرة طوباوية لا يمكن لها تستمر. إذا احنا من سنة 82 لحد سنة 2018 سنة ضربات مستمرة ومو تلك القوة من حزب الله، خرجت كمان من جنوب لبنان، الآن أنت تدخل في مغامرة جديدة. ثاني شيء أستاذنا، هل حزب الله، هل الجيش الإسرائيلي قادر على هذا الأمر؟ هو جيش مهلهل، جيش يعني صعب انه يقاتل بعد 100 بعد يعني سنه كامله من الهزائم في قطاع غزه. ولو هو اوكي اذا انتصر في قطاع غزه وهزمت حركه حماس واستشهد سنوار، بتلك الاحوال قد نصدق انه ربما يستطيع مهاجمه جنوب لبنان، لكن هو في قطاع قليل يعني 6 كيلوات عرض وطول 40 كيلو ما استطاع هذا الامر، ولكنه مدعوم امريكيا. نعم امريكان، حتى لذلك الامريكان هناك تخوفات، لكن الدول العربية تقدم رسائل الولايات المتحدة، لا تحرج الولايات المتحدة نفسها في هذا الأمر. الشرق يعني أولا هناك خروج أمريكي من أفغانستان، وبالتالي هذا يدعم فكرة أنه أمريكا لا تستطيع الاستمرار في مكان معين. اثنين وجود ولو محدود أمريكي في شرق سوريا، وهذا أيضا هو تحت المقاومة، تحت سيطرة المقاومة العراقية إذا ما أقل شيء. اثنين الولايات المتحدة هل تغامر بهذا الاتجاه انه تغلب المصلحه الاسرائيليه في اوسع من هذه المنطقه المحدوده لها؟ هي تقول لك اوكي انت هدفك الرئيسي. سيدي الكريم، هنالك تبادل للادوار بين الولايات المتحده الامريكيه والكيان، مره يعني امام الراي العام تقول شيء وفي الارض الكيان يقول شيء اخر. نعم. وبالتالي هنالك نفاق وضبابيه واضحه من قبل الجانب الامريكي. نعم، لكن لا تستطيع الاستمرار في هذا اعلى مدى. اولا هي هل هذه المنطقه الخطره جدا والمليئه بالنفط ومصادر الطاقه الشرق الاوسط تتحمل حرب جديده واسعه؟ هذا لا يمكن. اثنين اذا ما هذه توسعت الحرب، هل تعتقد انه القوات اللي يعني المقاومه في اجمعها من ضمنها الجمهوريه الاسلاميه تترك موضوع الطاقه والنفط في الخليج العربي او القواعد الامريكيه؟ وبالتالي هذا يعني حساب دولي لا يمكن يعني الولوج به لهذه الدرجه. هي تسمح لاسرائيل بعمليه محدوده القصد منها الوصول الى الليطاني، وهذا طبعا من الصعب لان هي اساسا اسرائيل خرجت يعني في كلام تطبيق القرار 1701. نعم هو لا هو الفكره الاسرائيليه الان تستمد شرعيتها من تطبيق القرار 1701 بالقوه، وهذا ايضا هو مو سهل. هذا معناه 1701 هو ليس مع حزب الله، هو مع الجمهوريه، مع الدوله اللبنانيه. الدوله اللبنانيه الان هي اصلا خائفه وتعرف تماما انه الرادع الرئيسي هو حزب الله، ولا تسمح الدوله اللبنانيه بتضرر هذا الرادع. تعرف قصه النفط في الشرق المتوسط، ما حسم الموضوع الا بقوه حزب الله وحركته داخل لبنان والمحاور اللبناني والمفاوض اللبناني ادى الى تدخل الولايات المتحده وحل هذا الامر. فبالتالي حتى الدوله اللبنانيه تقول لك الجيش اللبناني غير قادر على كذا، لكن حزب الله بقدراته ممكن يعني رادع رئيسي. ولهذا قد دائما تعرف الدول لا تميل الى الحركات يعني خلينا نقول بها القوى العسكريه المحليه، اذا اعتبرنا حزب الله قوى عسكريه محليه غير هي الحكومه اللبنانيه، لكن تسعى لاحتماء بهذه القوه اذا كانت قويه. لذلك هي تعرف تماما انه حزب الله وجوده هو وجود الدوله اللبنانيه بشرعيه الحاليه. اذا ما حصل خساره لحزب الله قد تضرر على المجتمع. ولحد الان كيف تقرا ردود افعال الحكومه اللبنانيه؟ والله وانا حقيقه يمكن انا راقب من سنه 82 من الغزو الاسرائيلي للبنان واراقب كل ردودهم. يعني ابسط شيء استاذنا العزيز، حينما رحل ياسر عرفات سنه ال 84 وال 85 الى خارج، يعني من سنه 82 هو الى خارج بيروت، ودعه شفيق الوزان رئيس الوزراء اللبناني السني. يعني هذا جدا مهمه، يعني انه هم اساسا كانوا ضد المقاومه الفلسطينيه، لكن وقفوا معه يعني بالميناء وودعوه. هذا دليل على انه كل الطوائف اللبنانيه وان كانت خلافات داخليه بينها، لكن تدرك تماما انه قوتها الرادعه حزب الله. قد تتشفى بعض الناس، تتشفى بعض الميليشيات، تتشفى انه هذا الامر، لكن يعرفون تماما اذا ما
انتهى حزب الله لا سمح الله وهو لن ينتهي أبدا، ولكن هذا سيأثر في بناء الدولة اللبنانية ووجودها مع الكيان الصهيوني، لأن هناك مستحيل الصهاينة يعني قد يعيدون الكرة مرة أخرى إذا ما خسرت حزب الله عبارك. ولكن الكيان يحاول دائما وخلال هذه الفترة بضرب أبناء المقاومة أو النازحين من المناطق التي يحصل فيها يعني ضرب عسكري كبير، فيضربون المناطق التي تعتبر يعني حاضنة حاضنة لهم وليست من بيئة حزب الله. اسمح لي أستاذ، هذا جزء جدا مهم. أنا أعتقد أنت وجهت السؤال للأستاذ حول قضية عسكرية، محلل سياسي ولكن أيضا أمتلك معلومات عسكرية لا بأس، بيعترف صحفيين ولدينا معلومات. على الأقل في المنظور أنه إذا ما يعني إسرائيل إذا ما ستهاجم تهاجم يعني عسكريا بيوم ونصف قصف مدفعي شديد وطيران، لكن الطيران يكون محدود داخل المنطقة اللي القتال، وين تلجأ؟ راح تلجأ إلى ضرب بقسوة داخل المناطق الداخلية حتى تؤثر في هذه الناس، ترحل إلى مناطق وتؤثر في معنويات الناس باعتبار تورطنا شنو هاي المشكلة كذا كذا، هذا راح تتبعه إسرائيل. لكن كل هذا يعني محسوب بدقة لدى حزب الله أنه أيضا سيشن هجوم قاسي على إسرائيل قد يدفعها للتراجع على استخدام هذا الاستراتيجية باعتبار أنه مثل ما تضربني أضربك بقسوة، وقد يلجأ إلى ضرب تل أبيب ويؤثر في هذا الاتجاه. مع الأسف أنا كنت دائما أقول يعني ولو هي حسابات عسكرية وحسابات سياسية لو استعجل حزب الله في قصف تل أبيب في تلك الأيام كان ممكن يؤثر في القرار الإسرائيلي حتى لا تورط بهذا الاتجاه، لكن أملنا كبير أنه حزب الله وقدراته وأيضا الخيرين اعتقد لن تنجح الخطوه الاسرائيليه الا بشكل محدود، ومن ثم ممكن هجوم اخر. ولكن يا سيدي الكريم لو استعجل حزب الله في ضرب تل ابيب تاثر على بيروت وعلى لبنان بالكامل، هو هذا الحساب اللي حسبه السيد حسن نصر الله، لكن تعرف يعني هل تاثر اسرائيل في هذا الاتجاه؟ ضربتنا ب 80 طن من القنابل وقد تضربنا اكثر، يا ترى اسرائيل يعني الان منفلته بدون مجنون الان، والعالم ندعمه بدعم امريكي وخذلان عربي. نعم يسمح لها العالم الغربي الان، يا اخي انت تقنيات هي اللي عندك عند الغرب، الامكانات هي عند الغرب. طيب انت ما عندك حاضنه اخرى او دفع، قبل سابقا كانت روسيا مثلا صديقه العرب، لا من هو صديق العرب او على الاقل من صديق يعني تعرف المحور، حتى روسيا لا تتورط في هذا الاتجاه بدفع اسلحه جديده. طيب اسمح لي انتقل الى سيد محمد في طهران. سيد محمد كيف تنظر الى المواقف الدوليه روسيا والصين مثلا؟ شوف بالنسبة لروسيا والصين حقيقة مواقفهم السياسية مواقف متضامنة مع أطراف محور المقاومة، مع إيران، مع الفلسطينيين، مع اللبنانيين، وبياناتهم بطبيعة الحال يعني عكسوها عبر بيانات متعددة على مدى العام الماضي. لكن بالنسبة لنا كدول إسلامية وكمحور المقاومة أطراف محور المقاومة نقول هل هذا يكفي؟ أنا أعتقد لا يكفي، لكن هذا هو الموجود. يعني هذه دول لها حساباتها ومصالحها خاصة. بالنتيجة المواقف السياسية الصينية والروسية هي متضامنة مع أطراف محور المقاومة من خلال البيانات التي تصدرها وزارتي الخارجية الصينية والروسية، ومن خلال مواقفهم في مجلس الأمن. نحن نعتقد لا يكفي ونأمل أن تتطور هذه المواقف بشكل أوسع. طبعاً هناك كلام على أن موسكو وقفت حتى بدأت تدعم أنصار الله في اليمن عسكرياً، الأخبار ليست مؤكدة والمعلومات لست متأكد منها، لكن هذا هكذا يتردد في وسائل الإعلام. في كل الأحوال هذه هي المواقف يعني الحقيقية. الغرب كله متضامن مع الكيان الاحتلال بشكل يعني نسبي ومتفاوت. طبعا الدعم المطلق هو دعم أمريكي، وبعد أمريكا أيضا بريطانيا وألمانيا لا ما تزالان تزودان كيان الاحتلال بالأسلحة التي يحتاجها، رغم أن بريطانيا أعلنت تقليص هذه الشحنات، لكن هناك دعم غربي على الأقل من قبل الحكومات. لكن الشعوب هناك تغيير واضح، يعني في الغرب ينبغي أن نفصل، وهذه مسألة غاية في الأهمية. يعني الكيان الصهيوني كان هو الكيان المدلل، الطفل المدلل، الكيان المظلوم من وجهة نظر الغرب، حكومات وشعوب. اليوم المعادلة تغيرت، الحكومات ما تزال تدعم بالسر وبالعلن
كيان الاحتلال، لكن الشعوب الغربية ما من ربما يعني من إيجابيات طوفان الأقصى أنها أحدثت تغيير كبير جدا في التفكير الغربي. الشعوب طيب سيد محمد، عذرا المقاطعة إذا كنت تسمعني، سيد محمد إذا كنت تسمعني عذرا للمقاطعة مرة ثانية، كيف تقيم إيران أداء حزب الله في الميدان، وأيضا كيف تقيم جبهات الإسناد على عموم محور المقاومة؟ يعني بالتأكيد هناك متابعة دقيقة إيرانية لأداء حزب الله، وبالتالي يعني الحقيقة يعني منذ هل تسمعني؟ نعم أسمعك، أسمعك تفضل أستاذ سرمان. أسمعك تفضل. يعني التواصل الإيراني مع حزب الله منذ اليوم الأول، هناك يمكن القول أن هناك غرف عمليات مشتركة، السيد قاني كان في بيروت، مساعده الذي استشهد أيضا كان في بيروت، والتواصل قائم يعني على مدار اللحظة وعلى مدار الأيام. وبطبيعة الحال المعنيون الإيرانيون خاصة القيادات العسكرية تدرك أن حزب الله تلقى أو لحقت به خسارة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن أخي سرمان، هذه حرب، الحرب فيها صولات وجولات، فيها معارك، فيها صفحات تخسر وتربح، وهي حرب طويلة الأمد. يعني الإيرانيون يدركون وحزب الله أيضا يدرك أن مواجهته مع كيان الاحتلال ليست مواجهة سهلة، وهي مواجهة صعبة وستستمر ربما لسنوات أخرى. المهم بالنسبة لنا وبالنسبة للإيرانيين حقيقة، التي تعتبر قائدة أو راعية أو داعمة لأطراف محور المقاومة، هو أن تستمر هذه المقاومة، هو أن تصمد هذه المقاومة حتى وإن دفعت بعض الخسائر، وفي بعض الأحيان خسائر مؤلمة كفقدان سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله. لكن ما يهم أطراف محور المقاومة والسائرون في هذا الخط هو أن تستمر هذه المقاومة بحرب استنزاف، وكما عبر السيد الشهيد حسن نصر الله أكثر من مرة، أن نربح بالنقاط، ليس الهدف أن نحرر فلسطين خلال على المدى القصير. هذه معركة فاصلة ويعني بالفعل مفصلية جدا، وهي الحرب الكبرى أو المنازلة الكبرى التي يطلق عليها في لبنان أو في إيران. هذه لم يحن وقتها بعد. اليوم من مصلحة كل أطراف محور المقاومة أن يصمدوا، أن تستمر المقاومة، أن تستمر حرب الإنزاف، لكي يلحق العدونا أخي سرمد لا يتحمل حرب الاستنزاف. تعود على حروب خاطفة سريعة حاسمة مع على مدى العقود السبعة الماضية، يعني على مدى 75 عام من تأسيس هذا الكيان، هو تعود في كل حروبه مع البلدان العربية مع الجيوش العربية أن يحسم مواجهاته معاركه مع الجيوش العربية في خمسة أيام، في أسبوع، في أسبوعين. أطول حرب يعني واجه دخل فيها مع الجيوش العربية في عام 73 استمرت 19 يوم أو 20 يوم ليس أكثر. أما أن يدخل حرب على مدى سنة كاملة مع فصائل المقاومة، هذا ما لا يطيقه الكيان الاحتلال. ومن مصاديق عدم إطاقة وعدم تحمل هذا الكيان لحرب الاستنزاف الطويلة هو أن يهاجر أكثر من نصف مليون إسرائيلي صهيوني إلى خارج إسرائيل بلا قبرص وبلدان أوروبا، وهؤلاء ليس لديهم الاستعداد للعودة إلى هذا الكيان في ظل استمرار حرب الاستنزاف. أن يهاجر، أن ينزح من المدن الحدودية المستوطنات مع غزة ومع لبنان مئات الآلاف، وهؤلاء ليس لديهم الاستعداد للعودة إلى منازلهم. هذه كارثة كبرى. وبالتالي استمرار حرب الاستنزاف حتى لو كانت متدرجة، يعني صاعدة نازلة، هذا لا يخدم كيان الاحتلال على المدى البعيد، ويمكن أن يفقد قوته الحقيقية التي يعتمد عليها. نعلم أن يعني الخارطة السكانية في داخل كيان الاحتلال تعتمد بشكل كبير على المهاجرين والاستثمارات في هذا الكيان،
والترفيه ويعني من هذه المسائل والأمور. لكن إذا توقف النشاط الاقتصادي، توقف النشاط التعليمي، الإرهاق استمرت عمليات النزوح من المدن الحدودية مع المساحة الصغيرة لكيان الاحتلال، كل كيان الاحتلال لا تتجاوز مساحته 25 ألف كيلو متر مربع، وبالتالي ليس لديه الاستعداد أن تستمر حرب الاستنزاف لأمد غير طيب محدود. وضحت الفكرة سيدي الكريم، وضحت هذه النقطة سيدي الكريم، تصميمه على حسم الموقف في الجنوب اللبناني وفي نعم. غزة وفي مناطق أخرى. وضحت هذه الفكرة سيدي الكريم. اسمح لي أنتقل إلى أستاذ عباس. أستاذ عباس، يعني ميزان القوى هل ما زال في مصلحة غزة حزب الله أم في مصلحة أمريكا والكيان ومن يقدم فروض الولاء والطاعة؟ خلينا نكون واقعيين. يعني اولا الولايات المتحده تم يعني شوف الولايات المتحده لا تساعد اسرائيل ديموغرافيا، لا تساعده بتجهيزات يعني رجاليه مقاتلين او كذا، تساعده تقنيا وهي ناجحه في هذا الاتجاه. لكن اسرائيل متضرره باعتبار انه جيشها مرهق وليست لديه القدره، حاول ترفع معنوياته او تستدعي قوى جديده. لكن خلينا نكون واقعيين، اولا لديهم القدره العسكريه الهائله على القصف الجوي، لديهم على القدره العسكريه الهائله على الاستمكان وعلى الاستخبارات وعلى المعلومات ومساعد هذه الدول التي قلنا تساعد تقريبا 7 دول وهي دول كبرى. في نفس الوقت يعني غزه تضررت كثيرا، لكن الصمود في غزه خلق حاله جديده، انه حتى طبعا كان معول انه صمود غزه قد يؤثر في الضفه الغربيه، مع الاسف كان محدود ذاك التأثير. يعني يبدو أنه عباس يميل إلى اتجاه أنه خطته السابقة وهي المماشاة مع الكيان الصهيوني. وأيضا هناك أنظمة عربية بالبداية حاولت أن يعني تبتعد عن هذا الأمر، لا تذكر حتى قضية غزة، لكن الآن أدركت الخطر حقيقة. يمكن البيانات السابقة خلال هذه يومين ثلاثة عبرت العربية السعودية ومصر والأردن عن خطورة الحدث إذا ما تطور أكثر، وهذا دليل على أنها استدركت أنه ممكن هذا يتطور الأمر إلى خسارات، قد تكون خسارات سياسية اقتصادية اجتماعية في بلدانها، باعتبار أنه ممكن هذا الأمر إذا استمر يعني كان جرح كبير في ذاكرة العرب مثل نكسة يعني حزيران، قد يؤثر في مجتمعاتها وبالتالي يعني يؤثر في أنظمتها السياسية. في نفس الوقت الولايات المتحدة أن نعرف تماما لا يمكن أن تمضي باتجاه دعم الاتحاد يعني الكيان الصهيوني إلى ما لا نهاية دون أن يلتزم ببعض الالتزامات. هي قوة دولية تنظر أنه حتى يعني الآن لا تنسى الديمقراطيين يحكمون، طبعا الجمهوريين يكونون أقسى، لكن الديمقراطيين أيضا وانتخابات لا يريدون المضي في هذا الاتجاه إلى ما يؤثر على سمعتهم وما يؤثر كذا. هم الآن عندهم حجة الدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن إسرائيل يقتضي غزة ويقتضي جنوب لبنان، غير هذا الأمر لا أعتقد يكون. أنا أشكرك جدا، كان معي مشاهدينا الكرام الأستاذ عباس الشطري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لانضمامك إلي في هذه التغطية، وأيضا شكر موصول إلى الأستاذ محمد حسن البحراني من طهران عبر سكايب مدير شبكة إيران بالعربي الإعلامية. شكرا جزيلا لك، وأنتم مشاهدينا انتظرونا بعد قليل.